السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا رول التشيكن او رول الفراخ محشي بالخضروات والجبنة. عندي صدور فراخ بسلة وبطاطس وجنزبيل توم بصل جبنة شيدر مبشورة بهارات ملح وفلفل مرق دمجلاز تعفير الدقيق زيت زيتون وزبدة. هنديها شوية بطاطس شيبسي للتقديم كده. انا الفراخ جالي متشرحه حلوه زي الفل، بس عايزين نشوف دي بتعمل ازاي كده. سامعني كده؟ فل فل. طيب يلا نبدأ بقى نشتغل ونشوف هنعمل ايه في ايه. عندي بصل مفروم اهو، طيب كده البصلية ناعمة، ادي حبة زبدة. حط البصل الاول عشان ما تأكسدش من الزبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. طالما الطاسة سخنة مفيش داعي احط الزبدة ولا الزيت عشان ما يأكسدش مني. كده بعد كده احط انا الزبدة. ده التوم بتاعي نرجع للزنجبيل اهو. الفيجيتابل بتاعي صلى على النبي. نكسر برضو البسلة مش عايزها ملتت اهو.
يعني ملتت يعني بتكون معجونة معجنة يعني. معلش والله معلش انا اسف معرفش ان حضرتك عارفه فرنساوي. نعم يا فندم. ترانسليت حاضر بس استوليت. معلش صيدانة على الصبح بقى هي مش ناقصة. ما انتنية تلات تانيات. واعرف بعدين انت بس كده. دلوقتي هتتدي عليا بسرها. طيب كده هنا انا بدل ما بديها معلقه دقيق عشان تعمل عمليه ربط نديها بطاطسايه واحده بس. ونصلي على الحبيب. دي بقى بتثبت لي الدنيا بدل ما احط لها دقيق. وكده كده بديها جبنه. صباح الفل. بصبح على صحابي وحبايبي وزمايلي اللي على اللايف على الصفحه بتاعتنا، بقول لهم صباح الهنا وصباح الفل. خدامكم واي طلب حضراتكم عايزينه واحنا مع بعض على الهواء مجاب. اوردر طلباتكم مجابه واوردر، تطلبوا اللي انتم عايزينه واحنا خدامينكم. كده مكعب مرق اهو. اشيل بقى الزفه دي كلها من هنا مش الها عازه اهو. ننظف الليله عشان نبدا نشتغل بقى. احنا كده لغايه دلوقتي بنسخن الطاسه لسه ما بداناش على فتحناش على الرابع. اللهم صل على حبيبي سيدنا محمد. نقلب. لازم تستوي يا جماعة، لازم تستوي يا جماعة عشان تطلع صح. طيب كده هنا فرشنا المنديل، افرش منديله على الرمله ونلف واجيله على الرمله. قبل ما نسمع لنا كلمه كده ولا كده نشيل ملح، نشيل ايه المعلقه. نعم. لا يا باشا تبعنا يا باشا معانا. لسه المرمى التانية مش جاية، مش جاهزة دلوقتي. لا لا مش جاهزة. هناخد فاصل ونرجع تاني لحضراتكم ولا هنغير المحطة ولا هروح في أي حتة.
رجعنا بعد الفاصل وكده حطينا ملح وفلفل على البلانشة وتعفير الدقيق عشان نلف فيها الفراخ بتاعتي. نصلي على رسول الله. زي ما احنا عملنا كده قدام حضراتكم اهو. عندي الخليط بتاعي. ندي شوية ملح وفلفل. بعد كده حلو الكلام ده يا عمي؟ قال لي يعني مش حلو قوي بس اهو يمشي. حاضر ماشي، اشكرك ان انت بس اديتني ايه مهله. قال لي متاكد انك انت هتعرف تعملها؟ حاضر هحاول هحاول. حاضر. اه يعني يابا ليه ياما جبتيني طباخ؟ سواء نقل. ايوه هي دي الميزة. يا كافر هل انت لا تنفع دي ولا تنفع دي؟ انت اخرك عطشجي. قول لي انت شكلك لا سياحي ولا عاطفي، تنفع ازاي كافر؟ مش مشكلة، ربنا يكرمنا ان شاء الله. دايما بحطها على الفاتحه بتاعتها، بحطها على الفاتحه بتاعتها عشان خاطر ما تفكش مني. يا عم عبد الحق صدق بالله لا اله الا الله، لو ما اتصلت بيا كنت هتصل بيك وانا على الهوا، اقسم بالله العظيم ثلاثه. لو ما اتصلت بيا
لكنت هصبح عليك دلوقتي على الهوا، بس قلت استنى كده. الله يخليك يا شيخ حبيبي يا عم عبدو. بمسي على عيال اخوي حسن واحمد ابو عمار، كل عيلة ابو عمار وابو حسن، كل الناس كلها بتصبح عليك يا جميل. صباح الفل على عيونك يا عمي. كده نخش الفرن بقى عشان ام عبد الحق كلمنا. انا والله في نيتي اقسم بالله العظيم لو ما اتصل كنت انا قبل ما اخلص الحلقه كنت هصبح عليه، لان انا متعود ان كل ما اسمع صوته وربنا ما يحرمناش من صوته. صباح الفل عليك يا عم عبده حبيبي وعينيا، ولو فزت مية ما بيسألش عليا. يلا زي ما تيجي تيجي بقى. كده اشيل بقى الزفه اللي انا عملتها دي عشان انا بهوقت الدنيا في طبق خدت فيه تلات اربع ساعات ولا مش عارف ساعتين ثلاثه، والراجل مخرج قال لي شكلك مش هتعرف تقفل الطبق ده. عندنا طبق بعده حلو قوي. نعم يا فندم. ناخد فاصل ونرجع لكم تاني، ولا هنغير المحطة ولا نروح في اي حتة. طيب يا ساتر رب. طيب رجعنا بعد الفاصل. راجل بيقول انت بتديني افاق احنا خدنا ايه من وشك. رجعنا بعد الفاصل وهنعمل بقى حبة مكرونة بلحمة الشاورما، بس بنعملها دلع شوية كده، هندلعها شوية ونديها ريحان، ربنا يريح قلوبنا وقلوبكو وندلعها. نعمل شوية مكرونة حلوين بس طاجن. ممكن انا عايزه يعني المخرج بيقول انا ما بحبش الطاجن، عايزه باركس، لان هو اصله برضه ثقافته فرنساوي. فطبعا مطرح بيقول عليه المخرج احنا لازم نقول امين. طيب يبقى في الاخر نهاية يا باشا. صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي اهو. يلا يا باشا كمل. نشوف مقاديرنا مع طاجن او المكرونة شرايح اللحمة. شرايح لحمة، مكرونة مسلوقة، لحمة متبلة تتبيلة الشاورما، بصل مكرمل وريحان وتوم مفروم، نحطها بالبلاستيك يعني نطبخها بالبلاستيك ده. حاضر ماشي يا سعادة الباشا. افضل اتريق عليها لغاية اخر الحلقة. توم مفروم وبصل اخضر فلفل اخضر مفروم، طماطم، جبنة شيدر، زبدة او زيت، ملح وفلفل. طيب ادي بصلية اهي، وادي الزبدة. النهارده يوم جميل بالصلاة على النبي، مخرج زي الفل، اعداد زي الورد، تصوير زي الهنا. حاضر، مخرج زي الفل، اعداد هنا الهنا، ومخرج وشيف ونص كم. بيقول لي يعني ايه شيف نص كم؟ قلت له يعني شيف على ما ترزق. انت زعلان ليه؟ زعلان قوي. طيب مكعب مرقه اهو. اذكر الله وصلي على النبي. عندي لحمه من غير بلاستيك عشان هو بيقول لي هتحطها بالبلاستيك ولا لا. عايز بقى اعمل فيها شويه حبشتكان كده.
هدايا ريحان، ربنا يريح قلبك. نعم يا فندم. ست عايدة حبة توم. مساء الخير. مساء الهنا يا ست عايدة. يا ابني الهي يخليك. كل سنة وانت طيب يا فندم. وانت طيب، الهي يخليك، الهي يسعدك، الهي يريح قلبك دنيا واخره. امورين يا امي. حاجة واحدة بس عايزاها منك، لان انا بشوفك كل يوم وكل يوم انا بتعب وانت بتقلب بالمعلقة دي في الحلة يا شيخ. نعم. يا ابني. وانت بتقلب بالمعلقة في الحلة بتعب. طلبات حضرتك ايه يا فندم؟ المعلقة بتقلبش بيها في الحلة. ست الحاجة. الو؟ المعلقة. احمد الصوت يجي. شوف لي عايز ايه يا عم. طيب. كده عايزين اقلب دي؟ حاضر. ده مصلحة ليا. معلش يا ست الحاجة سامحيني. جهز لي احمد الصوت والنبي عشان عندي العملية بقت ضلمة. كده. شوفوا بقى هنعمل ايه دلوقتي، حاطين هنا حبة توم. وادي الريحان، مش عايز ريحان كتير. المخرج بيقول لي لو ما لقيتش ريحان احط نعناع. حط نعناع بس لو لحمه ضاني. حط نعناع وانت كمان مرتاح. ادي بقى التوم مع الريحان. الريحه طالعه ذكيه. طالعه حلوه. بعد كده يا سيدي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنقلبهم تقليبه حلوه مع بعضيهم كده. اهو. عشان الريحه تاخد وتدي مع بعضيها. التوم مع الريحان. وانزل بيها كده. معايا البصل مكرمل وفلفل وكرفس وجبنه. عندنا حاجات ياما حلوه. حاجات حلوه ياما. طيب. عم شريف ما بيسألش عليا ابدا. اهو. احمد فين؟ نبص على الفرن. برضو اذكر الله وصلي على الحبيب. ايه الجمال ده؟ اوروبي ده دي. الله الوكيل يعني. انا قربنا نبقى طباخين. هو مش عيب. ده احنا بنتعلم. ايه المانع يعني؟ يعني المخرج ده مولود مخرج؟ ابدا والله. ولا محمود كان بيعرف يصور. بصلي كده ليه؟ طيب اخد فاس وارجع لكم تاني ولا غير محطة ورا في اي حتة. رجعنا بعد الفاصل. انا عايز اعرف كلمة رو يعني ايه. بتقول رو. هو رو يعني ني ولا رول؟ لا رو. طيب لف عليا بقى انت. نادي النيل على امي الصبح. انت هو انت الست جايين عليا
ست الحاجه بتقول لك اللي فعلا عندها حق، بخبط بالمعلقه كاني بخبط في قلبها فعلا، لان الست بتخاف على الحاجه، الست بتخاف على انا عشان كده انا غيرت المعلقه خشب على طول وسمعت كلامك، لكن انت مش هسمع كلامك لان انا ما عنديش سيليكون هنا، وانت حرين بقى مع الاستاف اللي حداك اهو عامل لك ايه، هو ده اللي حداي والله ما انا مقلب لب ده، بس ما هو خليني مساكت، ما انتوا عارفين اني ما بسكتش، انتوا حرين. يلا بقدم الجلاس بتاعي واطلع بقى باللي في الفرن عشان شكلها بقت حلوه اهي، بقت حلوه وملعلعه اهي. هعمل ايه بقى كده دلوقتي؟ اروح جايب الجوس بتاعي عامله مع ايه؟ الديمجلاس كده اهو. حبيبي يا رسول الله. ونجيب ده على جنب كده تبرد شويه. والديمجلاس حدايا شغال اهو. وهنا ندي بقى ايه؟ ده الكرفس بتاعي. وده الفلفل. حبة لحمة معمولين بضمير وزي العسل. زي العسل اهو. المخرج بيقول لي اشتغل شوية وهم شوية. حبة ملح. حبة فلفل. حدايا الطماطم والجبنة. كله ني في ني اهو. اتفرج يا اسطى على اللي جاي. نعم يا فندم. انتوا بتضحكوا عليا عشان فلاح؟ هم شويه هم. ماشي. خلي بالكم انتوا بتخبطوا معايا كتير وانتوا حرين. بتضحكوا عليا عشان انا فلاح؟ ماشي. اهم حاجة عندي في الطبق ده البصل المكرمل. البصل المكرمل. عايز بقى احطهم في حاجة حلوة كده اهو. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. اهو. ماشي. خليها تشتغل براحتها على ما نغرف الفراخ بتاعتنا. شايف الرولايه جايه ازاي يا باشا؟ وانا فرحان بيكي يا اخت. ايوه مازن يا عم مازن. الو حبيبي يا زونة. الو امرني يا مستر مازن. انا عايز طريقة الكريب. عيني يا بابا هنجيب ورقة وقلم نكتب مع بعض كريب. نكتب مع بعض ورقة وقلم، كوباية لبن وكوباية دقيق وتلات بيضات، تلات معالق زيت، ذرة ملح، ذرة سكر، وانا وانت كل دول بنضربهم مع بعضيهم، وبعدين نجيب طاسة على النار اللي هي ما بتلزقش، طاسة اللي هي ما بتلزقش، ندهنها بمادة دهنية، ما نكترش المادة الدهنية فيها. بعد كده بكبشة كده نغطي سطح الطاسة. وبعد كده نهزها على النار لما تتحرك معاك تبقى استوت. نعمل منه بقى حلو حادق اللي انت عايزه.
واد الديمجلاس بتاعي يا عمي اهو، الجريفي صوص، اذكر الله وصلي على الحبيب. وادي الحبه اللي فاضلين، ممكن حد يكون عايز يزود يزود. والله الوكيل انا يعني حاسس انه يعني مش وحش، والتاني بيقول لي هو مش حلو. طيب ما هو مش حلو عشان مش بتاكل حلو، بتاكل حادق. يلا يا باشا، كده ايوه، ادي البصل المكرمل بتاعي اللي هيخليها عسل، هيخليها عسل. البصل يا ريتاج، البصل المكرمل ده بيعمل شغله حلو قوي يا ريتاج. الو ريتاج، صباح الخير عليك يا قلبي. ريتاج يا ريري، اللي حضرتك بتعمله ده كبده ولا؟ نعم يا فندم. لا يا حبيبتي ده لحمه، لحمه يا بابا. انت عايزها كبده نقلبها كبده. دي المكرونه بتاعتي، خلي بالكم المكرونه بتاعتي بسلقها يعني نص سوا على دند عشان ما تفكش مني. نعم يا فندم، يعني على دند يعني تلات اربع سوا. يا اخي عدها لي، ما تقفليش على الواحده. يا دي الليله مش معديه يا عم. هو الراجل ده ما تخليه يقعد في مكتبه، ما ردش عليك. ها طيب. طيب يقول لي انت فلاح وابن فلاح، عمال تقول لي انا دند. هو عنده حق، انا ليه، انا لازم اتكلم حقك علي، انا غلطان معلش، انا غلطان. ما اعرفش اتكلم شويه لويندي. نعم هاخد فاس وارجع لكم تاني، ولا هنغير المحطه ولا هروح في اي حته. يا نيابة المخرج عايز يأذيني على الصبح. بعد ما سخنا المكرونة كده اهو، الله الله، اللهم صل على حبيبي سيدنا محمد. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. منك لله يا لفالي يا عم زياد. الو صباح الفل عليك يا عريس. صباح الفل عليك. امورني يا قلبي. عند حضرتك ممكن تنزل لي طريقه الممبار بقى؟ الممبار على عيني يا عسل، على عيني على عيني. بحب قوي الشباب اللي زي في السن ده، بحب ياكل الحاجات الشعبيه اللي احنا بناكلها. طيب كده هنا استبينا يا باشا، اشيل بقى كل الزيطه دي من هنا عشان خاطر نشوف الحلو بتاعنا
الممبار على الشاشة يا عريس. أسرع من الصوت كده. اهو بالظبط كده. أنضف الدنيا عشان نشتغل على نظافة. نشيل بقى حاجة الحاجة الزفرة دي من هنا ونخش على كوكتيل الخوخ المنعنش. سلام على النعناشة. يا سلام على النعناشة. نغسل ايدينا بقى ونشوف هنعمل ايه. نجيب بلانشة نظيفة. عندي خير ربنا نعناع اهو. بس انا النعناع عايز افرمه فرمه نظيفه الاول عشان ما يطلعش كده ايه حلوه نظيفه. ادي كده النعناع بتاعه اهو. اهم حاضر. الهارت اهو. انا هارتي معاك ثانيه بثانيه. محطة تروح. على فكرة محدش يعلم انا الفساد الا انت. انا ما كانش ليا في الغنى وفي الحاجات دي. اهو كده نعمناه عشان تبقى يا ناعمة يا غريبة. ده الخوخ. مالكش دعوة بيا. لا عنيا عشان كانت عندها برد. قالت عنيا وتسيبني لليالي. ماشي. حبة كوكتيل انسى. ألذ حاجة فيهم بقى انا بحط فيهم ليمونتين بقشرهم. الليمون هيديني فايدتين وثلاثة. المزازة يخلي الحاجة تبيض معايا. ادي المنت بتاعي. يا عم عبد الله. استاذ عبد الله. الو السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته يا عم عبد الله. إيه لو سمحت كنت عايز طريقة عمل البوريتو. ليه يا فندم؟ البوريتو. بريتو؟ من عيني. حاضر يا فندم. حاضر يا ابني. والله انتوا بتقولوا اسماء كده غريبه قوي ما شفتهاش قبل كده على الفيديو ولا على النت ولا على الفيسبوك. بس يلا هنجيب له البريتو. ممكن نجيب البروتوس. بحب دايما انا اعمل الحاجات الخايبه دي. بتديني شكل جميل. طيب كده ده السيرب بتاعي. شوية سكر عشان المخرج بيقول لي عايز احس بانتعاش. حط بقى التلج هنا كده. ولز حاجة حبة التلج دول.
شويه ميه ساقعه بتلج. قبل ما اعمل اي حاجه اروق نفسي واديها لمونتين الاول بدل ما ننسى. الكريب عندك وانا قلته على الشاشه واشتغل براحتك. الليمون ده اهم حاجه عندي، صحي جدا صحي جدا، حط عليه 50 شرطه. نشيل بقى كل حاجه من هنا عشان ايه اللي عمال يزعقلي في الميكروفون ده. انت شايف ايه؟ ما انا احطه كده خلاص. مش بنضف بس الدنيا، ابص على الفرن بتاعي. الله 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 الله، ايه يا عم الحلاوه دي؟ مش عايز اتكلم، انا مش عايز اتكلم والله، ما عايز اتكلم. ده الجمال والطعام والحلاوة والصحة كلها. المهم يا جماعة ان احنا ما بناكل حاجة، مش مهم ان احنا نملى بطننا وبس، لا، المهم نبص على صحتنا فيها. دي صحية جدا، نعناع مع تفاح مع خوخ، حدوته تانية، حدوته تانية يعني، مش اي كلام. مايا، ست مايا، الو، انا بحب حضرتك قوي. صباح الفل عليك يا بنتي، امور يا قمر. انا بحبك انت وشيفا نجلاء جدا. حبيبتي صباح الهنا على عيونك يا بابا. طلبات حضرتك ايه يا ست العرايس؟ وموري يا قلبي، انا عاوزة طريقة المكرونة المشاميل اللي بالسجق. عيني يا روح قلبي، عيني يا روح قلبي، عيني يا بابا. هاتلي بقى المكرونة بالبشاميل والنبي قبل ما نقفل. حاضر يا فندم، التلج بس بريح. ربنا يريح قلبك بزيارة النبي، وانا ابقى معاكم اشيل لكم الشنط. كده نطلع بالفرن بتاعنا. الله 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 الله، اللهم صل على النبي. بص بعينك وارحم بقلبك يا عم يا مخرج. كان من شويه بقول لي انت بتعك بتعمل ايه، ودلوقتي بقول له الله ينور عليك، يعني مش عارف انا اجي لك شمال ولا اجي لي يمين. اشكر اخويا وحبيبي عمي شريف حسين وكل الكاست اللي معايا، واشكركم واشوفكم ان شاء الله بكره على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.